السياسي يراسل مجموعة التابين بسبب حافظ الدراجي. شاهدوا معي التفاصيل. راسل حزب الحركة الشعبية رئيس مجلس إدارة مجموعة التابين الإعلامية ناصر الخليفي احتجاجا على خطاب الكراهية الذي ينهجه الإعلامي الجزائري حافظ الدراجي تجاه المغرب. وفي المراسلة المهمورة بتوقيع الأمين العام للحزب محمد أوزين، تمنت الحركة الشعبية الخط التحريري لمجموعة التابين المبني على الموضوعية والحيادة في المواقف بالنسبة للفرق والمنتخبات العربية، فيما أعربت في الوقت نفسه عن أسفها إزاء زيغ الإعلامي حافظ الدراجي المشتغل بالقنوات الرياضية عن النهج المعتمد من لدن المجموعة واستغلاله الصيت والشهرة اللذين اكتسبهما من عمله في المجموعة من أجل نشر مشاعر الحقد والكراهية بين الشعوب والجماهير الرياضية العربية. وأشار الحزب إلى أن الدراجي يعمد من خلال تدويناته وتصريحاته المتعددة على مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي إلى مهاجمة المغرب والشعب المغرب ومؤسسات المغرب، بل وصل به التردي الأخلاقي إلى مستوى الطعن في شرف المغربيات. وشددت الحركة الشعبية على أن الصمت عن التصرفات غير المسؤولة للسيد الدراجي يشجعه على التمادي في سلوكه غير المقبول بجميع المقاييس، حيث يفهم من هذا الصمت كونه مباركة من إدارة المجموعة لما يقترفه الإعلام المذكور من أخطاء جسيمة. وأضاف الأمين العام للحزب أن الجميع يدرك طبيعة الخلفيات التي تحرك السيد الدراجي من وراء الستار داعيا بين إلى الخروج بموقف واضح يوقف الدراجي عند حده، بما يحفظ سمعة المجموعة التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب الملايين من الجماهير المغربية.